شلون ألفظ هاي الكلمة مثل الأمريكان. Let's go. صوت الحرف S هو S. الصوت الرائد لحرف O بالإنجليزية الأمريكية هو A، نفس الصوت اللي موجود في كلمة father. لكن في هذه الكلمة الحرف O إجا بأحد أصوات العلة الأخرى وهو صوت O. الحرف سيوان ما نشوفه بالكلمات ينطق K، وإذا إجا بعد الحرف I ينطق S. يعني هذا الثنائي السي والآي ينطق صوت واحد وهو س، لكن هذا الثنائي إذا صار متبوع بصوت الشوا يتحول صوته إلى ش. يعني بهذه الكلمة صوت السي آي هو ش. الصوت الرائد للحرف أي هو آ، نفس الصوت في كلمة رات، لكن بهذه الكلمة لكون إجب مقطع غير مشدد فإجب أحد أصواته العلة الأخرى وهو صوت الشوا أه. لكن صوت الشوا إذا كان متبوع بصوت أو يلغي، كأنما ما موجود بالكلمة، على اعتبار صوت الله هنا راح يكون مفخم ثقيل، والسبب بأن مسبوق بصوت الشوا وهو صوت ال. طبيعة صوت الله الثقيل بدايته الكلش البداية مالته تبطي صوت الشوا، لذلك صوت الشوا الموجود بالأي يلغي. إذن لفظ النهائي للكلمة س أو سو ش سوش أو سوشل 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 سوشل. مرحبا شباب، كل لغة لها نظام تهجي. مثلا اللغة العربية نظام التهجي بها هو حرف حرف، بينما نظام التهجي باللغة الإنجليزية هو مقطع مقطع. هذه الطريقة بالتهجي مقطع مقطع تعتبر صعبة على أغلب المتعلمين، لذلك الكورس مالتنا على اليوتيوب ابتكر طريقة تهجي صوت صوت، وهي طريقة ناجحة مثل ما شفنا قبل شوية، وطتنا لفظ الصحيح مباشرة للكلمة. فحتى أتقن التهجي بصوت صوت كون أتقن الأصوات اللي عددهن 33 وهي أصوات الإنجليزية الأمريكية. استعرضنا ضمن الكورس مالتنا على اليوتيوب بالإمكان الانضمام للكورس حتى تتعرف على 33 صوت، وبعدنا احنا دا نعطي دروس عنهن يعني كملاحظات. اذا تقنت دنا 33 صوت ما راح توقف بوجهك ولا كلمة، وراح تصير عندك سلاح يعني شو اسمه يخليك بعد ما تستعمل القاموس جوجل حتى تعرف اللفظ الى اخره. فهاي فرصة ذهبية وطريقة مقدمة على طبق من ذهب إليك كمتعلم حتى تضبط اللفظ. لن... أوكي.